الكهنوت بالليل السيدة العذراء السريان رغم عدم استحقاقي أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة وأمام ملائكته وقديسيه وأمام أبي قداسة الباب البطريرك وأمام أبي رئيس الدير وأمام آبائي الكهنة والرهبان ومجمع الدير بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها وأتعهد أن أضع صالح الكنيسة والدير فوق كل اعتبار وأن أبتعد عن محبة المال وعن محبة النصيب الأكبر ولا أتعالى على إخوتي ولا أقصر في خدمة أحدا منهم وأتعهد ألا أمارس أي عمل كهنوتي داخل الدير أو خارجه بدون تصريح أبي رئيس الدير كما أتعهد ألا أسعى نحو الوظائف الكهنوتية ويكون ارتباطي بها للضرورة بموافقة الرئاسة الكنسية مظهرا طاعة كاملة نحو عودتي للدير في أي وقت حسب أمره وأكون مطيعا لأوامر رؤسائي وتكليفاتهم غير متجاوز حدودها وتوقيتها وأن ألتزم أثناء خدمتي بالمبادئ الرهبانية غير متهاون في إتمام قوانين الرهبانية التي هي حصن وسلاح لي ضد محاربات الشياطين وأن أسلك بسلوك الرهباني السليم في أي مكان حللت فيه وأن أنتظم في قضاء فترات خلوة روحية بالدير كما أتعهد بأن ألتزم بقرار المجمع المقدس الخاص بعدم قبول اعترافات النساء داخل الدير أو خارجه كذلك أتعهد بالخضوع الكامل لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة الباب البطريرك الرئيس الأعلى للرهبنة القبطية وأبي رئيس الدير مع توقير واحترامي للآباء المطارنة والأساقفة وأكون تحت الحكم الذي يفرض علي عند مخالفة أي أمر وأطلب من الله أن يهبني نعمة وقوة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المهمة المسؤولية الخطيرة وأؤدي بأمانة كافة ما يتطلبه مني عمل الكهنوت الجليل صلوا عني يا أباء وأخواتي القديسين
أيها السيد ربنا الدكتور المقطع إلى رسول هذه الخدمة الذي ينفع من بشر الخدمة وكل أسماء وكثرة أحبابك أنا أبدأ من بلاد الذي كسب ومن صاحب القضاء في الوقت مشترك الدين إلا أن قدرك لله هي ونعمتك الوحيدة قدره القدس لنكون نستغيث من خدمة مزرعة جديد لكي نستطيع استحقاق نعمة اسمك القدوس ونحن تعمل أسرارك المقدسة ولا تدع عن شريك الخطايا غريبة فلكم التي تمنع عنها الشيطان أسرع ميلاً بل هب لنا معرفة لنقول ما ينبغي من الوقت المقدس وخليك القسيسية الكاملة وتستصيب لعبيدك الوقت فينا أمامكم بين المعارف السماوية ومكسورك كسر الرحمن لكل من دعاك الناس فأما سلطان القوي أمريكا الوحيد لكي يستحقوا من قبلك ان يكملوا كهنوتهم من غير عوجاج ليرى
دعاك إليه ووفقك إلى ما فوق أبرار لديه. إن سيدنا يسوع المسيح له المجد قد اختارك لخدمته وطيرك مع عدد كهنته بما رفعك به من خدمة المسيح الانتقصصية وأتمنك على أسراره المحياة. فصلي لما يطلع عليك من هذه الوظائف الزائد من عمل بها من أسرار الجذور والخطأ، وأعرف قدر هذه النعمة التي انتهى والموهبة التامة التي أعطيتها. من الآن أنك قدرت بها مستحقا لمخاطبة الرب شفيعا في مقابلته ومحل غفرانه على الشعب، فاعمل لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي الذي للأبد. لا تتوانى عن اقتناء الفضائل الروحانية ما دام الروح في الجسد. تنمو الأعمال المرضية فيشرق مصباح ذات الأنوار المرضية، تكون مثالا صالحا للنفور وسيلة عن مزيد الأمور في العملية والسريرة وأرض محبة المال التي هي أصل كل الأعمال الشريرة وأحضر من الشبع والسكر، فإنه من العقل الميت وظلم غيره، وتجنب الحسد والشفاق والمقاومة والتساوى والظلم والخلاف وعلى النميمة والوجيه. والافتخار الذي والمحاباة والرياء، واحذر أن تكون ذا لسانين ولا وجهين، وأن تشهد شهادة فيها ريب، فإنه مكتوب يجب أن يكون القسيس لا يوجد فيه عيب. وإياك أن تسر يدك إلى الضرب، بل حب الله وجميع الخلق من كل النفس والقلب، واشتغل بفضائل التقوى والرحمة والاحتمال والصبر والوداع، ولا تحد عن الإيمان الصحيح بربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي هو أساس الدين وبه يتم الخلاص لسائر المسيحيين. والصديق المتابعة مواظبا على القراءة والتعليم بمعاني الكتب البيعة والتدريب بالعلوم الدينية والقوانين الشرعية، وعامل شعب الله بالرأفة والحذق وسيئتهم باللين الذي للمسيح والسهولة والرفق، وصل في مناهج هذه الأداب لتصل بها إلى مساكن الأبرار فائزا من أليم العذاب. وأوصيك الوصية الكبرى الضرورية وأوصيك الوصية الكبرى الضرورية التي هي أصل قيام الشريعة المسيحية، وهي أن تحب الجميع محبة قلبية بإخلاص الضمير وشهادة النية. والواجب عليك أكثر من كل الوصايا البرعية وأفضل من كل سواه من الأوامر الرسولية، وهو الاحتراس عند توزيع السرائر الرب المحية، ويكون ذلك منك بجد ونشاط واجتهاد، وتحقق أن الشروبيم وقوف بالمخافة والارتعاب.
وكن عارفا بمقدار من هو ذبيح بين يديك، وانه نسيع ما نؤيل الذي بذل ذاته عنك وعليك، واعلم انك تقسم اعضاءه الناسوتيه لا محاله، وتحمل على يديك الذي حمله سمعان الكاهن بالكرامه والجلاله، وان هذا الكاس هي دمه المسفوك عن الخطايا الذي به انقذ من الجحيم جميع السبايا النابع لنا من الكرمة الحقيقية الذي هو جنبه الإله الزكي من بعد أن سلم الروح على الصليب. فيا لهذا السر الخفي، هذا هو الجسد المقدس والدم الكريم الذي صار بهما خلاص الخليقة. هذا حمل الله الذي رفع خطايا العالم ولزقكم بنوره الحق بالحقيقة، فكن منهما لنفسك أيها الابن غاية الانتباه، وأحرس هذه الذخيرة كحراسة الشاروبين لشجرة الحياة، واحترز على هذه السرائر احترازا يخلصك من الجرائر، ولا تناوله إلا للحسن السيرة والسريرة الصالح السمعة الطاهر في سريرته، ورد من كانت طريقته شريرة لألا يقتل نفسه، وتكون أنت السبب في الجريرة، والحذر من الإهمال لألا تحصل المضرة، لأن العالم كله لا يساوي منه مصدر، وليكن توزيعا بترتيب ونظام وسكون وحرص وأحتز واحتراز والتفتيش بالأمر بالعين وعرض الدوائر المقدسة على من يكون حائط النظر مرة واثنين وثلاث، فإن المعيان أكد من الخبر لتكون خدمتك مقبولة وصدقاتك مقررة وصلاتك نافعة ونعمة الرب عليك سابقة، والرب الإله رأس الرئاسات وأساس السيادات وواهب الكرامات. مرتب درجات الكهنوت على الأرض كما هي عالية في السماوات، يعينك ويعضدك ويساعدك ويساعدك ويعينك بقوتك على القيام بالقرار في المدى الجميع عليك حياتك، ويبريدك 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 ويبريدك